بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. إذن هذه العشر الأواخر كما قلنا هي خير أي ليالي الدنيا. أتدرون لماذا؟ لأن فيها ليلة هي أفضل الليالي في الوجود كلها. الله، إنها ليلة القدر. فلماذا سميت ليلة القدر؟ ولماذا فضلت ليلة القدر؟ وأين تكون؟ في أي أيام تكون؟ وما علاماتها؟ وكيف نستثمرها؟ وماذا نقول فيها؟ سمعت؟ وأفضل أعمالها. إذن غادي نحاول إن شاء الله ألخص لكم هالشيء. إذن ليلة القدر يقول الله تعالى في كتابه، وقد أنزل سورة باسمها سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه، ماذا أنزلنا؟ القرآن كله. نعم كله. فيه؟ في ليلة القدر، لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بدأ نزوله في رمضان، ياك. ولكن أنزلناه جملة واحدة مرتين في رمضان، أنزل للمرة الأولى من علم الله كاملا، فدون وكتب في اللوح المحفوظ، هذا أنزلناه في هذه الليلة. النزول الثاني كاملا، أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه كاملا بحيث قام جبريل بأمر ربه بإنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا حينما اقترب موعد بعثة النبي في السماء الدنيا، يهيأ لكي ينزل منجما ومفرقا على مدى 23 سنة على حسب الأحداث والوقائع التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. إن أنزلناه، ما معنى إن أنزلناه كاملا مرتين، من علم الله إلى اللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ حينما اقترب موعد بعثة النبي، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كتمهيد لبدء إنزاله على حسب الوقائع، بدءا من اقرأ. أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في مكة إلى آخر آية، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك أنا واحد الدرس درته واسمه هو مسيرة المسلم من اقرأ إلى واتقوا الله. هذه مسيرة المسلم إلى الله، سير المسلم إلى الله. إذن إنا أنزلناه، هذا القرآن، في ليلة القدر، أنزله في الليل، والليل دائما هو فيه السكون. الله أكبر. وفي الليل يمكن الإنسان أن يختلي بربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل فينظر إلى السماء ويقول: غارت النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، فيصف قدميه فيناجي الله بالقرآن. الله أكبر. في ليلة القدر. ولماذا سميت القدر؟ عند هذا القدر ثلاثة نتاع المعاني. القدر هو الأول، واسمه المنزلة الرفيعة، قدرها عند الله عظيم. وبماذا اكتسبت هذا القدر العظيم؟ لأن فيها أنزل القرآن. وأنا أقول لكم القرآن الكريم كلما اتصل بشيء إلا تقدس وعظمت مكانته عند الله. فجبريل لما كان هو من كلفه الله بإنزال القرآن كان سيد الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل القرآن هو سيد الخلق، والأمة التي أنزل فيها القرآن هي خير أمة أخرجت للناس، ومكة التي أنزل فيها القرآن هي أعظم بقعة في الأرض. والإنسان كلما حمل القرآن كلما كان من أهل الله وخاصته. الله أكبر. إنا أنزلنا في ليلة القدر، أي المكانة السامية. ثم القدر المعنى الثاني، واسمه هو القدر، واسمه هي الأقدار التي تقدر. ففي ليلة القدر يقول تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من فيها يفرق، في هذه الليلة تفرق الأقدار. من ماذا؟ من ماذا؟ أعمار زيد، آجال زيد، أعمال زيد، أرزاق زيد، مقادير زيد، بلايا زيد، خيرات زيد، عفو زيد، توبة زيد، كل هذا
ينزله الله في هذه الليلة. إذن كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ينزل. ولذلك فهي ليلة القدر، أي فيها ينزل الله الأقدار ديال العام كاملة، اللي مدك العام، الرزق ديالك ذاك العام، العمل ديالك ذاك العام. ولذلك احنا عندنا واحد الدعاء نقول اللهم اجعلنا فيها من أوفر العباد مما تنشره من رحماتك وتنزله من مغفرتك وتقسمه من رزقك، فاجعل لنا فيه أوفر النصيب، اجعل لنا فيه أوفر النصيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المعنى الثالث بتاع القدر، القدر هو التضييق. إنا أنزلنا في ليلة القدر، أي في ليلة ضيق فيها على الأرض، أصبح التضييق باش بإنزال الملائكة، بحيث في تلك الليلة ينزل الله تعالى من الملائكة على عدد الرمل، على عدد الرمل. وربي وربي وربي، ولماذا ينزل الله الملائكة؟ لكي تشهد إن شاء الله على ما قدره الله وقرره أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض. فإن الملائكة لما قال الله لهم إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله أراد أن يريهم أن الله يعلم وهم لا يعلمون، وأن ثلة من الأمة تظل متشبثة بالقرآن، فينزلهم في تلك الليلة لكي يشهدوا عند المساجد هذا الاكتظاظ في أمة رسول الله في الأرض، ورغبة الناس فيما عند الله، ومناجاة الله بالقرآن. الله أكبر، الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدرك ما ليلة القدر؟ لا تدرك كنهاها يا رسول الله. ليلة القدر خير من ألف شهر. ما معنى خير من ألف شهر؟ هنالك من يقول خير من 83 سنة، لا، الألف هو أكبر عدد كان يتحدث عنه العرب. العرب إذا أرادوا أن يضخموا العدد يقول له ألف ألف. ولذلك جاء هذا القرآن بلسان عربي مبين باللغة التي يفهمها العرب عندما أنزل القرآن، فقال خير من ألف شهر، أي خير من الدنيا كلها، لأن في هذه الليلة أنزل الله القرآن، وكان القرآن منهاج الحياة الذي رد شرود الناس إلى الله ونجاهم من ظلمات الشرك والظلم والريبة والشك والفسوق والفجور إلى توحيد الله وأنوار الإيمان والصدق مع الله وفعل الخيرات والمسابقة للطاعات والمنافسة في المغفرة والجنات. فهو أعظم يوم، أعظم ليلة، لأنك لو عشت الدنيا كلها وعشت عاصي بحل ما عشت، لكن يوم واحد ترجع فيه الله وتتوب تربح به الخلود. أليست هذه الوقت الذي تعود فيه إلى الله ويتصل بقلبك بالله يضمن لك الخلود في الجنة؟ أليس هو خير من الدنيا وما فيها؟ صحارة فرعون باتوا وظلوا يثبتون أركان الاستبداد في نظام فرعون، ولما عرفوا الحقيقة قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الخير والبقاء حينما يتوب الإنسان ذاك هو أصل الخير، وهو عين البقاء والخلود في دار النعيم. في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا عاش 300 سنة من أقوام سابقين تابعين لأحد الأنبياء يحمل السيف يجاهد 300 عام، فنظر إلى أمته فوجدهم يعيشون ما بين 60 و70، فكأنما تقاصر أعمار أمته. قال يا رب يا رب، كيف يمكن لأمتي وهي تعيش قصيرا أن تلتحق بهؤلاء؟ فأعطاه الله ليلة واحدة، ليلة واحدة خير من الدنيا وما فيها، إكراما لنبينا وإكراما لهذه الأمة ببركة نبيها. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، فيها تتنزل بإذن ربي من كل أمر، أي تلك الأمور التي تقسم، الأقدار التي تحدثنا عنها، من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر، تسلم عليكم، يسلم عليكم جبريل، يطوف عليكم الملائكة، تسلم عليكم أجواء روحانية،
يلتقي فيها ضيوف الرحمن النازلين من السماء مع الأولياء في الأرض، وفيه في بيوت الله، وفيه يتلون القرآن. وعلاش؟ لإحياء ما أنزل الله في هذه الليلة من هذا القرآن الذي ظلت الأمة متشبثة به. فالأمة تعز ما اتصلت بالقرآن، ما اتصلت بالقرآن وعملت بالقرآن. فليلة القدر هي تجديد الثقة والعهد مع كلام الله، هذا الرباط العظيم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: القرآن العظيم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. هو الذي لا تشبع منه العلماء، ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنتهي عجائبه. سبحان الله، لا تنتهي عجائبه. وهو الذي ما إن سمعت الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ثم قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني هي الليلة منيش سقساوني واحدين قال لك الليلة منيش تبدي من غروب الشمس انت عليك الليلة زين حتى زين حتى الفجر، حتى وذ الفجر كلها سلام. ما معنى سلام؟ سلام نفسي يستشعر بهذا السلام الملائكة، سلام روحي يستشعر قربه إلى الله، سلام في المناخ فلا حر ولا قر، سلام إلى الفجر. وبعد ذلك، بعد ذلك إن شاء الله تبارك واسمه بعد ذلك واسمه غادي يكون، واسمه غادي يكون إن شاء الله تبارك وتعالى، أن الصبيحة يوم الذي يعقب ليلة القدر تخرج فيه الشمس إن شاء الله تبارك وتعالى بدون شعاع. وهذا إن شاء الله يحيلنا لنتحدث في آخر كلمة إن شاء الله نتحدث على من؟ على علاماتها. العلامات تحيا واسمه مجموعة في كلمات، في كلمة سلام. ما معنى سلام؟ يعني كتشعر في القلب ديالك في ذيك الليلة واسمه أن هنالك تصالح مع الذات، سكينة في القلب، رغبة في التقرب إلى الله، خشوع، تنتفع بالقرآن، تدمع عينيك، تسارع في الخيرات، هذا من عند ربي كيحس بها المؤمنين. ثانيا سلام في المناخ. ما معنى المناخ سلام؟ واخا حتى تصب الشتاء كيكون واسمه الهدوء السكينة، حتى أن الناس يقولوا ولا أعرف مدى صدقية هذا الكلام أن هنا في لانزارت أمريكا عندهم واحد الليلة في العام لا تشبه الليالي كلها لتلك الأجواء، وهم لا يعرفون، وكتكون في رمضان وكتكون في العشر الأواخر. سبحانك ربي سبحانك. ثم هنالك العلامة الثالثة واللي هي مشهورة، هي أن الصبيحة التي تعقب تلك الليلة تخرج الشمس بدون شعاع. قالوا لماذا؟ قال لأن الملائكة يرتفعون، ذيك الأعداد تاع الملايير تاع الملائكة، فيحجبون هذه الشمس فلا تظهر لها شعاع، تخرج بيضاء بحال الدرهم. وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.